صديقين مهنيين. شكرا على الحضور ديالكم وتلبية الدعوة التقديمية الحافلات. أولا نشكر الأختين الحاضرات. هذا لقاء تواصلي تنظيمي كيدخل أولا في إطار اللقاءات المبرمجة ديال كل قطاعات النقل التابعة للمنظمة الديمقراطية النقل واللوجيستيك، وقطاع النقل يعني الحضري أو شغيلات أو أجراء النقل الحضري هم جزء لا يتجزأ من يعني من التنظيمات النقابية للمنظمة الديمقراطية النقل واللوجيستيك. لقاء من أجل أولا التواصل مع الشغيلة مع الأجراء فيما يخص المشاكل اللي كيواجهوها في العمل ديالهم اليومي، كذلك الإكراهات اللي كيعيشوها يعني ساعة بساعة، وكذلك من اجل يعني التنظيم اعاده تنظيم وهيكله المكتب الجهوي كذلك والمكاتب المحليه على مستوى عماله الدار البيضاء وما بين الجامعات كذلك. كنعقدوا لقاء تواصلي لتجديد المكتب الجهوي، وهو جمع عام كنتوصلوا فيه الناس التذمر ديالنا على الوضعيه ديال السائق المهني للنقل الحضري بالدار البيضاء، وتحت شعار كرامه العيش حق وليس مطلب. لهذا كنناشدوا السلطات المهنيه لتحسين وضعيه السائق المهني ضمن نظام تشريعي اللي كيحفظ الكرامه ديالو الاجتماعيه، زائد تنطالبوا الاداره العامه بانها تسرع عمليات توزيع الاجور وتحسين الظروف الاجتماعيه للجميع. جينا في هذا الجمع هذا ان شاء الله جينا ندرسوا هذه المشاكل اللي كيتخبط فيها السائق، وندرسوا على هذا الكرامه العيش والظروف اللي كيعيش فيها هذا السائق هذا والضغوطات اللي كيعيشها. وكجينا اليوم غنطرحوا هذه المشاكل ديالنا ونناشدوا السلطات باش تدخل باش تنصف هذا العامل هذا اللي كيعاني في هذا الوسط هذا، وان شاء الله نلقاو اذان صاغيه من المسؤولين باش ينظروا لحالتنا، لانه راه في ظروف هذا الغلاء المعيشه وظروف هاد الزيادات راه ولينا كنعانيو اشد المعاناه. وان شاء الله اليوم كما كتلاحظوا هما جاوا الاخوان هنايا باش حتى هما يطيحوا الراي ديالهم ونشوفوا شي حلول ان شاء الله مع المسؤولين جميع المناديب وجميع الكتاب العام ديالنا، وجمعنا اليوم ان شاء الله باش نشوفوا هاد المعاناه ونحلوا هاد المشاكل هذه، لان فريمون اصطدمنا بحائط ما كاينش حتى شي زياده لهاد الناس هادو، والغلاء المعيشه غدا وكتزاد، وها هما كما كتشوف هما السائقين هما براسهم اللي في اللي مضره صحيا وماليا وكل شيء، ها هما جايين هما يدلوا على ريوسهم ماشي غيدوي عليهم شي واحد، هما اللي غيطرحوا مشاكلهم. وان شاء الله هنايا احنا ديما التفاؤل وزيدوا لقدام، احنا خدامين كما كتعرفوا هذا القطاع النقره كله مشاكل كله اكراهات، لا من جانب الاوراش اللي كتشوفوا في المدينه، الضغوطات، الحوادث، الامراض المهنيه، بزاف ديال الاشياء. وان شاء الله راه كتشوفوا هنايا الاخوان ديالنا راه حتى هما كيلتمسوا فينا هاد الروح ديال الدفاع عليهم، وان شاء الله نقدروا نصفوهم، وحتى المسؤولين حتى هما يتعاونوا معنا وصلونا لشي مراكز اللي مزيانه، لان راه الظروف راه معيشيه ظروف قاهره للسائقين.